ماما. لا ماما شو لا بكي؟ تركيني. معقول هذا الشيء امي؟ ما بصير هالشيء. ماما مرت عمي. اكيد بدك تشوفيني. انا مو مثلك بتضحك على العالم. لما اقول رح شوفك اكيد رح شوفك، بس مو هلا. وين بدك نلتقي؟ ماما شو صار لك؟ أكاش؟ سكرت بوشي. يبدو انك ما رح تتغير أكاش، رح تضل بلا شخصية قدام امك وتضل تخاف منها. تركيلي شعري. ماما استني شوي. عم بتوجعيني كثير. اللي عم تعمليه مو صح امي. ماما ليش عم تتصرفي معي بهالطريقة؟ هاي الطريقة المناسبة للتعامل مع بنت مثلك. انت بنت بلا مبادئ ولا عندك نتفة خجل حتى. يعني انت شايفة انه وجودك بغرفة شب لسه ما تزوجتي شغلة عادية؟ هيك تربيتك بتقلك؟ يمكن مرة غيري تقدر تتحمل منك هاي التصرفات، اما انا لا. بكفي. ليكي انا مو ممكن ابدا اني اسمح لك تحكي عن مبادئي. ما لك حق بهذا الشيء. بعدين انت لسه ما بتعرفيني منيح. ابدا مو معقول تحكمي على انسان من موقف واحد. لا شكل الشخص ولا تيابه ممكن يكشفوا لك شو شخصيته. احيانا بتشوفي شخص شكله مهذب بس هو ابدا ما نو هيك. الناس مخبايه بتيابها، لهيك حاولي إنه ما تنغشي بالمظاهر. صح، ما لازم نحكم على حدا من شكله أو تيابه. يمكن هالحكي صح، بس أنت. بس أنا شو؟ شيء بكفي. لا أرجو، الشيء اللي عم تحكي أمك أبداً ما هو منطقي. أمك عم بتشك فينا نحنا، حتى شكت فيك. بس ليش ما حاكتك؟ ليش ما حملتك الذنب مثلي؟ يمكن ما بتوثقي فيني، بس ابنك كمان هو ما بتوثقي فيه. الشخص الطبيعي ما بيحكم على اثنين بالغلط كل ما شافهن سوا. ما بيصير تضلي تفكري بهالطريقة، لازم تغيري طريقتك بالتفكير. اسمحي لي اقول لك تفكيرك محدود. لا وقفي. انتبهي منيح شو عم تحكي، والاحسن ما عاد تحكي بنوب. انت هون ببيتي، واللي انا بقوله بهذا البيت بده يصير، وانت لازم تضلي متذكره هذا الحكي منيح. لا تتخطى حدودك. وانت شو يا ابني؟